أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعطيكم طريقة فحص الرجليتر 78 XX اللي هو هذا الدخول. مثل ما تشوفون هذا رقم 1، الوسطاني رقم 2، هذا رقم 3. رقم 1 هو الدخول، رقم 2 هو المشترك السالب، رقم 3 هو الخروج. مثل ما تشوفون بدنا ندخل له من 14 فولت ل 30 فولت، يطلع لنا الخروج 12 فولت ثابت، ولهذا يسمى ريجوليتر، يعني مثبت فولتية. وهذا هو شكله. القطب رقم 2 هو نفسه القطب المعدني اللي هو هذا الانشاد، نفس هذا الانشاد مثل ما تشوفوا الانشاد البرغي. ان شاء الله الشغلة واضحة جدا. هسه نجي على شغلة مهمة جدا، هو طريقة فحصه. طريقة فحص الجهاز الاوفو مثل ما تشوفون نخليه على الوضع 200 كيلو، على الوضع 200 كيلو نقيس بين الاثنين والثلاثة. المفروض ينطي قراءة من 5 كيلو ام ل 15. اذا انطى قراءة اقل او انطى قراءة اعلى فهو عاطل. هاي طريقة الفحص، يعطيك بين الاثنين وثلاثة قراءة من 5 كيلو ل 15 كيلو، هذا سليم. اذا انطى اكثر او انطى اقل فهو عاطل. هسه نفحص. طريقة الفحص مثل ما تشوفون اخواني الاعزاء، هذا الرجليتر 78 8، هسه رقم 2 و3، شوفوا ينطي 6.5 كيلو، اذا سليم. نجي على رجليتر ثاني ينطي 6.2، ايضا سليم. رجليتر الثالث ينطي 7.2، ايضا سليم. الرجليتر الرابع ينطي 14.2 بالعشرة، يعني 14 كيلو، يعني سليم. فهي طريقة فحص الرجليتر. اما الرجليتر العاطل فهو ينطي قراءة اقل من 5 واكثر من 15، يعني ينطي قراءة قليلة فهو عاطل، ينطي قراءة عالية فهو عاطل. القياس يكون بين رقم 2 الوسطاني ورقم 3 الخروج. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس.